بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حصتنا اليوم ودرسنا اليوم عن الإيمان بالكتب السماوية. الإيمان بشنو زينب؟ كتب السماوية. حلو. أنا بس ما احنا حافظين يا زينب القرآن، الله سبحانه وتعالى بيقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم ومنو؟ حلو. الله سبحانه وتعالى أنزل كتب زينب، أنزل كتب على الرسل الأنبياء. سيدنا إبراهيم أنزل عليه الصحف. سيدنا إبراهيم أنزل عليه شنو؟ الصحف. اسم كتاب سيدنا موسى؟ التوراة. اسم كتاب سيدنا موسى؟ التوراة. وسيدنا عيسى؟ الإنجيل. وسيدنا عيسى؟ الإنجيل. أحسنتي. وسيدنا داود نزل عليه الزبور. سيدنا داود الزبور. الزبور. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كتابنا شو اسمه؟ القرآن الكريم. ما هو الكتاب الذي نزل على سيدنا محمد؟ القرآن الكريم. إيه؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام الصحف. سيدنا إبراهيم الصحف. الصحف. سيدنا موسى التوراة. الزبور. سيدنا داود الزبور. ما هو الكتاب الذي نزل على سيدنا داود؟ الزبور. أحسنتي. الكتاب الذي نزل على سيدنا عيسى؟ الإنجيل. الكتاب الذي نزل على سيدنا عيسى؟ الإنجيل. أما الكتاب الذي نزل على سيدنا محمد؟ سيدنا محمد نزل عليه القرآن. القرآن الكريم. أحسنتي. الكتاب الذي أنزل على سيدنا محمد هو القرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى أنزل الكتب السماوية لما لها من أهمية كبيرة. إيه هي أهمية الكتب السماوية يا زينب؟ قال الله تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. من هذه الآية يا زينب نعرف أن الكتب السماوية التي نزلت على الرسل لها أهمية كبيرة. إيه هي أهميتها؟ أنها هداية الخالق للمخلوق. هداية الخالق المخلوق. أي هداية، يعني عشان الله سبحانه وتعالى يهدي بيها المخلوقين اللي هو إحنا اللي هو الإنسان. الله يهدي بالكتب السماوية المخلوقين. الله يهدي بالكتب السماوية منه المخلوقين. المخلوقين. وأيضا لنتعلم أمور ديننا. إحنا بنتعلم أمور ديننا من وين يا زينب؟ من القرآن. نتعلم أمور ديننا من وين يا زينب؟ من القرآن. القرآن. يبقى أول شيء هداية الخالق للمخلوق، وليتعلم الناس أمور دينهم. ليتعلم الناس أمور إيه؟ أمور ديننا. إيه؟ من أين نتعلم أمور ديننا يا زينب؟ القرآن. إقامة الحجة على إيه؟ على الخلق. إقامة الحجة على الخلق. الإيمان بالكتب السماوية يا زينب واجب. يعني إيه واجب؟ يعني هذا فرض إن إحنا نؤمن بالكتب السماوية. لازم نؤمن بالكتب السماوية. لا وملائكته وكتبه. ما المقصود بالكتب؟ الكتب السماوية. ما المقصود بالكتب يا زينب؟ الكتب السماوية. الكتب الإيه؟ الكتب السماوية. السماوية. الكتب شنو؟ الكتب السماوية. السماوية. قولي السماء. السماوية. إيه السماوية؟ أي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى من السماء. ومنها الصحف نزلت على سيدنا إبراهيم، التوراة نزلت على سيدنا موسى، الإنجيل على سيدنا عيسى، أوكي، الزبور سيدنا داود، والقرآن الكريم آخر الكتب السماوية الذي نزل على سيدنا مين؟ القرآن نزل على سيدنا مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالكتب السماوية ركن من أركان الإيمان. الإيمان بالكتب السماوية شنو؟ ركن من أركان الإيمان. ما هو آخر الكتب السماوية؟ إيه هو آخر كتاب؟ سيدنا موسى. إيه هو آخر كتاب نزل؟ القرآن. القرآن الكريم. ما هو آخر كتاب؟ القرآن الكريم. حكم الإيمان بالكتب السماوية واجب وركن من أركان الإيمان.